لقي عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم جراء غارات مقاتلات التحالف على مديرية حيس في محافظة الحديدة. وأكد مصدر عسكري أن علي محمد سليمان حليصي ونادي حميد قاسم هيكل وآخر يكنى أبو مالك لقوا مصرعهم بغارات جوية لمقاتلات التحالف. وأوضح المصدر أن الحليصي وهيكل وأبو مالك من أبرز القيادات الحوثية المسؤولة عن تركيب الصواريخ في مزارع حيس.